مني كتشوفوا هاد التصويره هادي ديال السي وليد الركراكي وديال سفيان امرابط، شنو هي اول حاجه كتفكروا فيها؟ راقبوا مزيان التصويره لي ديتاي وشوفوا هاد الحاجه راه كتربط هاد الجوج هادو. ها هذاك الشيء هو اللي انا جالس كنفكر فيه. وجات معاد ليا مشاهد صراحه شحال مش عند الحلاق، وانا جالس كنفكر فيه وتنقول لا لا غادي ندير غادي ندير هاد القضيه هادي من الاخر، نخرجوا ليها من الاخر طاي طاي. وانا اليوم غادي نرفع التحدي ليكم نتوما كاملين، الى المنتخب الوطني المغربي وصل لنهائي كاس العالم غادي نضربها بواحد التمليطه بحال وليد الركراكي. نيشان غادي نديرها بحال وليد الركراكي وسفيان مرابط. ماشي غادي ندير ديك القضيه ديال طوندوز، ولا غادي نضرب الجناب، ولا ندير مثلا تحسينه ديال زياش، ولا لا لا الدراري لا زيرو وقل من زيرو. غادي نملطها مزيان وغندوز عليها بجيليت وغيولي راسي كيبري. غتولي تشوف راسي غيولي بحال مرايه، غتولي تشوف فيه وجهك. بان لكم الدراري نخرجوا واحد الاشتاغ ونديروها كاملين.